بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكل سادة مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج المطعم. هنبدأ النهاردة بالأسبوع بالفروت كريزي كيك، كيكة مجنونة كده هنقدر نعملها إن شاء الله بالفاكهة وبالكريمة وإن شاء الله تنول إعجابكم. عندنا لو عايزين طبعا للأعياد الميلاد هتعجبكم قوي لأن هتبقى كام طبقة كده ملونة فوق بعض، فان شاء الله نقدر نوفيها ونخلصها خلال الحلقه. طيب عندنا هي كيكه اسفنجيه بس هنعملها بالجبنه، كيكه اسفنجيه هنعملها بالجبنه، فنركز مع بعض في المقادير وبعد كده هنعمل لها الجيلي اللي هو على الساخن اللي احنا ممكن نقدر نعمله في البيت. لو عندنا جيلاتينا باودر او جيلاتينا ورق اللي نقدر نعمل الجيلي التلميع في البيت بطريقه سهله جدا وما فيهاش اي مشكله. طيب عندنا بعد كده طبقات الكريمه اللي انا هعملها، هعمل كذا طبقه من الكريمه ملونه، هعمل كريمه بالفستق وكريمه بالمانجا وهنعمل كريمه بالفراوله وكريمه ميكس بيضه، يعني هتبقى اربع طبقات وكل طبقه لها لون مختلف. خلينا نشوف مقادير اول كيكه طبعا، وقبل ما نبدا طبعا بستنى اسئلكم واستفساراتكم على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم دلوقتي على الشاشه، وما ننساش ان شاء الله تكريم عيد الام باذن الله. الفكره بتاعتها اللي احنا هنجيب هنختار من الامهات اللي تواصلوا معانا من خلال الرقم اي محمول 137 وكتبوا قصه كفاحهم، وهنعمل اختيارات من هنا او من اي رقم ارضي 0900937 وهنبدا نعمل اختيار لثلاث امهات باذن الله، وفي شركه محترمه جايب لنا هدايا محترمه جدا وقيمه جدا ان شاء الله نقدر ان احنا نقدمها لهم ونسعدهم. وبصراحه الواحد نفسه والله يعني ما بيبقاش ثلاثه، لكن على قد حجم الاستوديو احنا بنفسنا نكون اكتر من كده بكتير جدا نقدر ان احنا نقدم لهم هدايا. تعالوا نشوف اول حاجه عندنا الكيكه الاسفنجيه بالجبنه، ازاي نقدر ان احنا نعملها في البيت بطريقه سهله جدا. مبدئيا انا هفصل البيض، هيبقى الصفار لوحده والبياض لوحده، انا عايز كيكه تكون هشه، فانا حاطط 10 صفار بيض وعندي 250 جرام من السكر، وبعد كده عندي فانيليا سايله شويه فانيليا او فانيليا باودر، بعد كده عندي 250 جرام من الجبنه الكريمي، جبنه كريمي اللي هي الساده اهيت قدام حضرتك، بعد كده عندي 150 جرام من الدقيق، وبعد كده عندي 10 ابيض بيض، 50 جرام من السكر، رشه ملح، 50 جرام 50 مللي من زيت الذره. خلينا بس في مقادير الكيكه دي، صوري المقادير كده واكتبيها، ادي البيض والجبنه والدقيق والسكر وادي الفانيليا وده شويه السكر الصغيرين دول للمارينج وشويه السكر الكتير ده الايه ده الحاجة تانية اللي هي 250 جرام سكر للصفار البيض. تعالوا أول حاجة هناخد عندي الحلة بتاعت العجان وناخد عندي البيض هنا كده والبيض زي ما اتفقنا أي بيض يفضل إن أنت قبل ما تشتغلي بيه تكوني بتغسليه أفضل، أفضل حاجة يعني له. هجيب عندي أول حاجة البيض ونبدأ اللي احنا نفصله مع بعض، احط الصفار هنا بسم الله. طبعا اتفقنا ان البيض لازم عشان تفصليه لازم حضرتك تحطيه فين في التلاجة، ده افضل طريقة اللي انت تفصلي بيه البيض نفسه. تبدأ تكسريه كده وياريت ما فيش حاجة تقع في البياض، ياريت يا أمو ماجد. أمو ماجد ازاي حضرتك؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا ام ماجد؟ الله يحفظك، كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله، كيف حالك انتوا؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك ان شاء الله، احنا متابعينك من ايام الشيخ حسن الى نور الدنيا الى ليبيا. اهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا ان شاء الله. اهلا بيكي وشرف ليا والله، وكل سنه وانت طيبه. الله يسلمك، كنت طيب، كيفك؟ كيف الوالده؟ كيف الاهل؟ كله تمام الحمد لله بخير يا ام ماجد والله، ربنا يكرمك يا رب. الله يسلمك، انت انسان اخلاقك عاليه وانت انسان رائع. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا ام ماجد، دعواتك ليا بالدنيا كلها والله، شكرا ليك. الله يسلمك، بس ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي طبعا. بالنسبه للريحان اللي انت تستخدموه في الاكل، هل هذا الريحان العادي اللي احنا نزرعه في الفلل يعني في الاحواش يشتغل، ولا هو ريحان مخصص للاكل؟ في عندك نوعين اتنين، في عندك هتلاقي الورقه العريضه وده غالبا بيبقى مستورد، وفي اللي هو البلدي بتاعنا
اشتغلي من الاثنين عادي، ما فيش اي مشكله خالص، بس اغسليه كويس جدا، اغسلي الورق بتاعه كويس جدا ونشفيه منشف لو عندك منشف الخضروات، وابداي اشتغلي بيه ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه. يعني عادي اللي الزرع عندنا في الحوش عادي؟ اه 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 عادي، مفيش اي مشكله. خدي الورق بتاعه بس، بس الورق الاخضر. أي. استخدمي الورق الاخضر، لو لقيتي الورقه فيها اصفر واخضر بلاش، استخدمي الورقه اللي تكون خضره خالص، تبداي ان انت تغسليها كويس بميه ساقعه، وبعد كده تبداي ان انت تنشفيها وتبداي تشتغلي بيها، ان شاء الله هتبقى زي الفل. الله يخليك يا ام ماجد، اشكرك يا فندم. شكرا يا ام ماجد، الله يعطيك العافيه يا رب. تعالوا بقى نشوف اخر واحده اهيت. ليه بقى بنتكلم بقى اللي احنا اللي انا بتكلم البيض لازم يتغسل؟ ده مهم قوي. وانا بفصل البيض ممكن تكون واحده قطعه صغيره او نقطه صغيره من صفار البيض وقعت في البياض، فلازم القشره تكون نظيفه عشان اقدر ان انا انتزعها من البياض عشان يطلع كلها مظبوطه مع بعض. شفت البياض عامل ازاي؟ ما فيهوش اي حاجه، والبوله ما فيهاش نقطه ميه، فعشان كل حاجه تطلع معايا مظبوطه. نبدا نعمل ايه بقى؟ احط ال10 صفار بيض مع ال250 جرام سكر مع الفانيليا، ونبدا نمكسهم مع بعض في العجان. يا استاذه يمنى ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربنا يخليك يا رب، تسلمي يا يمنى، اشكرك. وطي التلفزيون شويه يا يمنى لو تعرفي، يا ريت. ماشي. ممكن بس احنا لما بنيجي نرن على الشيف نونا ما بيردش، يقول مشغول. اللي هو على التليفونات اللي بتاعت البرنامج بيتكلم عليها، والله بس بتبقى في ضغط تليفونات، وانا بعتذر، انا اللي بعتذر لك يا يمنى، بيبقى حاجه خارج ارادتنا تماما هنا في القناه. واحنا يعني احنا على فكره عملنا خطين تانيين كمان اضافه للناس للخطوط اللي موجوده عشان بس الناس نقدر ما نزعلش اي حد مننا. شكرا يا يمنى. يبقى اول حاجه حطينا الصفار البيض. الكهرباء مش واصله يا شباب. ماشي، هنضرب الصفار لوحده وهنضرب المرنج لوحده. المرنج زي ما اتفقنا 10 بياض بيض، هنحط عليهم 50 جرام من السكر. طيب تعالوا نستغل الوقت، طيب، ونعمل حاجه اللي هو الشربات بتاعنا. ازاي نقدر ان احنا نعمله عندنا بطريقه بسيطه جدا؟ شربات هنقيس بيه الكيكه ونقدر نحتفظ بيه في الثلاجه لاي كيكه انت عايزه تعمليها. خلي بالك هيبقى طعم مختلف تماما. عباره عن ايه الشربات؟ تعالى ننزل مقاديره. 250 سكر، يعني كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصير ليمونه، وربع كوبايه من عصير البرتقال، يعني برتقانه بلدي، وبعد كده عود قرفه خشب. تعالوا نشوف ازاي هنعمله. اول حاجه باخد عندي الميه، وبعد كده عندي السكر. هنبدا نحط ال 250 سكر مع ال 250 مللي من الميه، زي ما احنا شايفين اهيت، ادي السكر وادي الميه على الهواء. نبدا ان احنا نقلبهم مع بعض عشان نبدا نعمل الشربات بتاعنا. تمام. بعد كده وهو شغال كده على النار، ببدا ان انا اضيف له عود قرفه خشب. تمام، ادي عود قرفه بيخلي طعمه حكايه. ماشي، نقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. ما نجيبش بس سكر على الجناب عشان ما يسكرش معايا، هو كده كده مش هيسكر، لان انا هحط له، لان العصير الشربات لما يبقى خفيف ما بيسكرش على طول لان بيبقى الميه كتير فيه. فانا هضيف له بعد كده عصير ليمونه، وبعد كده برتقان. ليه انا بعمل الشربات ده كده؟ يا عم ده انت هتعمل بيه كيكه، ما احنا ممكن نعمل الميه بسكر على طول، ممكن ما فيش اي مشكله. لكن حضرتك جربي دي اللي انا هعمله ده وحطيه في الثلاجه، وهيقعد معاكي بالشهرين ثلاثة، تبدأي تطلعيه في أي وقت وتبدأي اللي أنت تسقي بأي كيكة، لأن أنت عندك مادة حافظة فيه اللي هو الليمون، فهيحافظ عليه وهيبقى زي الفل. تعالوا نعمل عندنا في الجيلي اللي هو اللي إحنا بنستخدمه لتنميع الفاكهة.
هو الجيلي ده ينفع لو احنا نعمله في البيت؟ طبعا ما فيش اي مشكله لو عندك الجيلاتينا الباودر. ازاي نقدر نعمله؟ بص حضرتك، بجيب عندي البوله ديت، قبل ما هطلع بقى فاصل هعمل حاجه واحده بس، هحط هنا الجيلاتينا، ادي الميه، شويه ميه صغيرين كده. على فكره دي اكتر حاجه تخلي الجيلاتينا ملهاش اي ريحه، الفكره اللي انا بعملها ديت. تقومي جايبه الجيلاتينا اللي هي ال 15 جرام، وتبداي ترشيها كده من فوق على الميه، صدقيني الحركه دي بتخلي الجيلاتينا كتير قوي. لما بنيجي نعمل، الناس اللي بيستخدموا الجيلاتينا الباودر بيجي يحطوها على النار ويجي يقلبوها بيلاقوا لها ريحه، اتفهم ازاي؟ الفكره ديت ما بيخليش الجيلاتينا لها ريحه تماما، لان انت بتنقعها في الميه، بص بتبدا اللي هي تتشرب الميه، وهتلاقي الموضوع ده بقى عامل زي الايه، بقى زي الجيلي بالظبط. بتقومي سايباها شويه، وبعد كده بتبداي اللي انت تحطيها مع الميه والسكر اللي احنا نضيفهم على النار، اللي هو ال 150 وال 150. هنبدا نحطهم كده في البوله، وال 150 جرام من السكر. حلو، هيبدا يغلوا على النار، بعد كده نبدا ننزل عليهم بالايه، بالجيلاتينا اللي انا نقعتها هنا في الميه. بعد الفاصل هنكمل مع بعض اللي احنا بنعمله ده. رجعنا تاني بعد الفاصل، عملنا ايه؟ حضربنا الصفار البيض مع السكر. فبص بقى الخليط بقى عامل ازاي، بقى ابيض خالص. تمام، قوم شايلين ده كده، مقدر ده بنقوم منضفينه، ونقوم واخدين عندي العجان ده، حطوني هنا في جنب، نركز مع بعض. نجيب حله تانيه بمضرب سلك تاني نضيف زي ده، ونبدا نركبه مع بعض، ونحط هنا البياض البيض اللي احنا فصلناه، ادي البياض اهو، ونبدا لنا كده ننزل كده ونخفق مع بعض. وابدا اعمل ايه بقى، ذره ملح بسيطه جدا، ونعلي على الخليط، ونبدا ننزل بالسكر واحده واحده، اللي هم ال 50 جرام من السكر. لما بنعمل المارنج بتاعنا بنحط السكر واحدة واحدة عشان حضرتك ما يطلعش بره، ما ينزلش تحت السكر، ما يرقدش تحت المكنة وما يضربش في البياض نفسه، عشان كده بننزل البياض واحدة واحدة. نرجع هنا بقى لإيه، الشربات اللي أنا هسقي بيه، وزي ما اتفقنا هنحطه في التلاجة لأي ظرف عندنا، أي كيك عايز يتحط عليه ويتسقي بيه شربات نبدأ نحط عليه الشربات ده. هبدأ أنزل بعصير ليمونة، والقرفة الخشب عايزة تسيبيها تسيبيها، عايزة تشيليها مفيش أي مشكلة خالص، أقوم شايله خلاص بعد ما يغلي معايا. هنبدأ نحط له إيه، اللي هو الربع كوباية من عصير البرتقال. تمام كده، كده الشربات عندي جاهز، هسيبه يغلي غلوتين كمان، ونبدأ اللي إحنا نحطه في برطمان عندي زجاجي، وأهم حاجة ما نقفلش عليه، يعني يا ريت نسيبه البوله الاول يبرد تماما، وبعد كده نبدا نحطه في اي برطمان عندي الزجاج، وبعد كده نبدا نحطه عندي في الثلاجه، مش هيحصل له اي حاجه، 3 شهور شهرين ولا اي كلام. ماشي، نرجع هنا للجيلي اللي احنا بنعمله بتاع الفاكهه. ايه اللي حصل هنا بقى؟ بص يا عم جمل، ادي الجيلي بتاعنا، بص بقى ده يعني لما حطينا الجيلاتينا على الميه، بص بقت عامله ازاي؟ اهي بص بقت قطعه ازاي؟ اهي شايف عامله ازاي؟ اه تحس عامله زي القطع كده اهيت، زي سد الحنك كده بتاع زمان بالظبط. تقوم واخداها كده حطها عندي على الميه اللي بتغلي عندي على النار، الميه والسكر، نقوم مقلبين، ولا شامم اي ريحه خالص. ايه اللي احنا كنا بنشمها الاول، والجيلاتينا ساعات بتبقى لها ريحه، دي مش هتلاقي اي ريحه تماما.
بعد كده نقوم واخدين عندي الميه والسكر اللي انا عملتهم والجيلي ده، نقوم حاطينه هنا كده. وبقى عندي جيلي التلميع، وقت حضرتك طبعا هيروق دلوقتي يعني شويه كده، وهتلاقيه يبدا يروق بعد ما الجيلاتين عندي تدوب في الشربات والميه والسكر، هتلاقيه بدا يروق يبقى زي الجيلي التلميع بالظبط. تبداي تاخديه وتلمعي بيه الفاكهه او اي كيكه فاكهه عندك. طيب نرجع هنا للشربات، ادي الشربات اهوت بعد ما برد، وادي الجيلاتين اللي انا هعمل بيها الفاكهه. ونقدر طبعا نحط الجيلي ده اي اطعمه، ممكن نحط له اسانس فراوله، برتقان، ممكن نحط له مانجا، فالموضوع سهل. نرجع هنا بقى لموضوعنا الكيك. هعمل ايه؟ اقوم واخد عندي الجبنه الكريمي، ادي الجبنه الكريمي يا عم جمل، استاذه مياده، استاذه مياده ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله والله بخير. اسالك بالنسبه للكيكه اللي عم بتساويها. ايوه يا فندم. فيني استخدم محسن الكيك للصفاء للبياض؟ لا، ما المثبت كريم بوز تارتار طبعا لو الكيك. عندك طبعا تستخدميه. انه انا جبته من عمكم من مصر، خليت المدرسات معي. حلو جدا، تقدري طبعا تستخدميه محسن ومثبت مرنج، قصدك على ده؟ يعني بقدر مش هيعمل لي اي شيء بالكيكه؟ لا مش محسن، انت قصدك على اني محسن؟ محسن الجل ولا انت جايبه المحسن؟ محسن الجل. لا مش ده، لا ده كريم اوف ذا تارتار ده حاجه تانية، بيبقى باودر، لكن المحسن الجل ده بيبقى الكيك تاني، فانت ما تستخدمهوش، اشتغلي بنفس التكنيك. يعني ما ينفعش تستخدمه؟ ما تستخدمهوش الا ده في حالات معينه احنا بنستخدمه في الكيك، لكن انت لو هتشتغلي في الكيك ده اشتغلي بيه زي ما هو كده من غير محسن. فكرت انه بقدر استخدمه على كل انواع الكيك. بص حضرتك ممكن تستخدمي منه بالظبط 10 جرام على الصفار البيض، وانت بتضربي الصفار مع السكر ممكن ممكن تستخدمي منه 10 جرام، هتحطيهم مع الصفار البيض اللي هنا والسكر والفانيليا وهيطلع معاكي مظبوط، لكن ما تستخدموش على المرنج. تسلم، تحت امرك، شكرا يا زميلي. انا مستنيه منك وعرفني على الكيكه الروسيه. شكرا يا فندم، حاضر من عينيا الاثنين. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك. وسلامي طبعا لاهلنا وشعبنا الامارات الجميل. طيب عندنا الجبنه الكريمي خدناها كده وايه وبدانا انعمها كده بالاسباتيولا اللي عندي، واحط عليها ال 50 مللي من ايه من الزيت الذره. هشيل دي بقى خالص. الزيت بيعمل ايه مع الجبنه قدام حضرتك اهو، كل حاجه بتبان ايه على الكاميرا عندك، بقى زي الكريمه كده بالظبط. بص بقى اللون عامل ازاي، جبنه وايه والزيت. نبدا ننزل عندي بالخليط اللي هو الصفار والفانيليا، وتقدري للاستاذه مياده ممكن تحطي حاجه بسيطه جدا من المحسن الجل. نقلب بالراحة خالص كده مع الجبنة ومع بقية الحاجة. بعد ما نقلب ببدأ أنا أضيف عندي ال 150 جرام من إيه؟ من الدقيق. تمام كده يا جماعه، قلبنا. بص الخليط بقى عامل ازاي. طيب بعد كده نقوم عاملين ايه يا عم جمل؟ واخدين عندي المارنج بتاعنا قدام حضرتك اهوت، ماشيين واحده واحده. بص بقى عامل ازاي، بقى عامل زي الفوم بالظبط. نقوم واخدين، هو ده اللي هيخلي الكيكه معايا هشه، العجان بقى والحله وكله. وبعد كده نقوم عاملين ايه بقى؟ ضاربين كل الكلام ده مع بعضه.
بس واحده واحده عشان المرنج ما يقعش معايا. قلب واحده واحده خالص بمضرب سلك او بسباتيول عندك مفيش اي مشكله. طريقه التقليب دي مهمه جدا يا جماعه جدا. بص انا بمشي ازاي فوق لتحت. انت امال انت ضربت الصفار والبياض لوحده ليه؟ ما احنا ضربنا الصفار والبياض عشان نحتفظ بالهواء بكميه الهواء اللي دخلت ديت هنحتفظ بيها عشان تطلع الحاجه معايا مظبوطه. هجيب عندي صينيه مقاس مثلا 28 زي دي كده وادهن زبده. لا الصينيه دي مقاس 24 اهو اللي معايا دي مقاس 24 سنتي. ادهن زبده بس. تقوم واخده ايه الكيكه ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخدي الكيكه ديت وتبداي ان انت تصبيها عندك في هنا. يبقى دي كيكه السنجيه عملناها بالجبنه يا استاذه يمنى. الو انا لبنى. مين؟ انا. ازيك يا يمنى؟ لبنى. انا لبنى. احلى لبنى في الدنيا. ازيك يا لبنى؟ ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا حبيبي الشيف. انت اخبارك ايه؟ ازيك عامل ايه يا شيف؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي. الحمد لله. الحمد لله. اموريني يا يمنى. ممكن اطلب البيتزا؟ البيتزا احلى بيتزا بس كده. حاضر من عينيا الاثنين. وتساعدي ماما وتقومي تعمليها معاها. ماشي. مع السلامة. ربنا يخليك لبابا وماما يا حبيبتي. مع السلامة. خدنا الكيكة وبدأنا ان احنا نحطها على درجة حرارة كام؟ 170. الفرن لازم يكون ساخن ومحقق درجة حرارة معايا. ده أهم حاجة في الموضوع. تمام كده ونبدأ اللي احنا نقفل عليها. هي الكيكة الاسنجية بتبقى حساسة غير الكيك الدسم اللي هو بالزبدة والسكر. فانت لازم حضرتك تسيبيه ما تتحيش على الفرن. لو هنفتح عليه الفرن هتبقى عجينه وتهبط من النص واللي احنا بنشوفه كلام احنا بنسمعه ده. فتخلي بالك من الموضوع ده. ماشي تعالوا نشوف الجيلي ايه اللي حصل. زي ما قلت لك بدا اللي هو كل ما تسيبيه كل ما هيروق معاكي وهيصفى معاكي ونبدا ان احنا نشتغل بيه. طبعا ايه اللي هيحصل لما يبرد؟ هيبدا طبعا الجيلاتينه هتمسك. فانت وقت بقى ما تحتاجيه تحطيه في الثلاجه، وقت ما تحتاجيه تطلعي وتسيحي وتبداي ان انت تشتغلي بيه بطريقه بسيطه جدا وسهله. تعالوا نطلع الكيكه ونبدا ان احنا نقسمها مع بعض على ما نعمل الحشو. لان الحشو هيبقى عندنا الكريمه اللي احنا هنعملها كريمه. انا جايب كريمه نباتي هضرب لتر كامل عليها. نص لتر هيقضيني مع الباستر كريم. هعمل كريمه ميكس وبعد كده نبدا ان احنا نلونها. الكيكه اهيت بعد ما طلعت عندي من الفرن ببدا ان انا اقلبها واسيبها عندي تبرد. فتخلي بالك تكوني حاسه معاها شويه عشان طبعا كيكه اسفنجيه وبطعمها بالجبنه فمختلف تماما. هبدا اقسمها على اربع طبقات يا استاذه وفاء. يا استاذه وفاء ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه وفاء؟ ايوه يا شيخ. ايوه صباح الفل. ازي حضرتك؟ الو. ايوه ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذ وفاء؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. ازيك يا شيف؟ اهلا بحضرتك. سامع حضرتك اتفضلي. لو سمحت يا شيف عايزه الكوكيز بس بالشوفان. الكوكيز بالشوفان؟ حاضر من عينيا الاثنين. تحت امرك. بالشوفان بس حلو يعني مش دايت ولا حاجه. اه مش دايت. حاضر من عينيا الاثنين. اه انت عايزه حاجه صحيه يعني. الله يخليك. حاضر من عينيا الاثنين. حاضر يا فندم. شكرا ليك. ان شاء الله نعمله قريب جدا. ادي الطبقه التانية من الكيك. انت مش واخده بالك انا بقطع الكيكه ازاي وبخليها كلها سوا واحد. بص هتلاقي كلها دي سوا واحد مفيش مطب فيها. الايديه دي لما بتبقى فوق دي ما بتبقاش حركه، دي بتبقى ميزان عشان لما تيجي تقطعي الكيكه ديت تبقى ايديكي ميزان عليها. فبص لما نيجي نقطعها بص ازاي. تبداي تحددي الاول وما تخشيش لجوه كده. حلو. بعد ما بنحدد بنقوم داخلين عندنا وايديا دي من فوق دي بتبقى ميزان عشان ما تنزلش الترانش ما ينزلش فوق او تحت. نتاكد بقى من هنا يا عم جمل ان الترانش ماشي على
الحز اللي انا عملته، تمام؟ فحاجه تطلع معايا مظبوطه وما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. يا استاذ احمد. طيب ازيك يا عم احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. امرني يا عم احمد. عايز اعرف طريقة الكيك. طريقة ايه؟ اعرف طريقة الكيك. مش سامع. الكريب؟ طريقة الكيكة. الكيكة؟ حاضر يا حبيبي، احنا بنعمل كيكة يا عم احمد، انت مش متابعنا ولا ايه؟ انا من الصبح عمال اعمل كيكة. حاضر يا احمد. راجع تاني مقادير يا عم احمد عشان لو ايه، لو الوالدة بتتفرج علينا تقدر هي تعملها لك. شكرا يا عم احمد. ادي الاربع طبقات متساويين من الكيكه عملناهم، بعد كده بنبدا نعمل عندنا الحشو. طيب يبقى كده الشربات جاهز، ادي الشربات جاهز وادي الجيلي. تعالوا نعمل طبقه الجيلي ديت، ممكن نعملها دلوقتي عشان ايه، ممكن نخلصها دلوقتي. هجيب عند استرتش بتاعي، في صينية أكبر من دي شوية. والله أهو والله. السلام. تمام كده أهو. معانا واحد صاحبنا هنا مهندس محترم، مهندس صوت، يجي لعبنا كوره كل خميس. ففاكرنا بقى اللي احنا يعني لعيبه بنلعب في المنتخب، الاقي بيجيبنا لعيبنا من الاهلي ومن الترسانه، ويجيب لعيبه من طلائع الجيش وبيلعبوا معانا، ويقول لك انا بكسبك كشيف. سيبني ايه يا عم؟ صح محمد ابراهيم؟ حاجه غريبه يعني. عم احنا على قدنا يا عم. تعالى بقى نشوف الفاكهه اللي احنا هنعملها. بص ادي الصينيه حطيت فيها الاسترتش بتاعنا، تمام؟ نعمل فيها ايه بقى؟ نعمل فيها حاجه كويسه جدا. هجيب بس الموز ده نبدا ان احنا نقطعه. يا ام بسمه ازيك؟ يا ام بسمه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ام بسمه؟ الله يسلمك يا ولدي، عامل ايه؟ يا اهلا بحضرتك يا ست الكل. الله يخليك يا ابني. الله يخليك يا ابني. انا عايزه رقمك الخاص بعد اذنك. من عينيا الاثنين. معاكي الاستاذه روان، وما تقفليش وهتديك الرقم. حاضر. شكرا يا ام بسمه. موز نقطعه مكعبات. انا عارف تبتدي عليا دلوقتي. نبدا نقط يا عمور. يا عمر. الو. ازيك يا عمر؟ ايوه. يا شيف. ايوه يا حبيبي الشيف. الحمد لله. اهلا بيك يا عم عمر. انا سمعت، كنت عايز اعرف طريقه الكب كيك. لا مش هعملها لك. يا عمر. عايز الكب كيك؟ ليه كده؟ عايز الكب كيك؟ اه. برضه مش هعملها لك. حاضر يا عموره، من عينيا الاثنين. حبيبي يا عموره هنا. اعملها لك، انا بهزر معاك يا عمر، انت حبيبي. والنبي يا استاذ روان عشان الاستاذ عمر ما يزعلش مننا، نزلوا له الكب كيك. ادي العنب حطيناه مع الكيوي. هو اي نوع فاكهه بس عندك موجوده تقدري انت تعمليه بيها، ممكن تعملي فراوله بس والله، وفراوله موز اللي متوفر عندك تقدري انت تعمليها بيها، تمام؟ نبدا نقلب الفاكهه دي مع بعض، وبعد كده نقوم جايبين عند الايه الصينيه بتاعتنا اللي احنا حاطين عليها الاسترتش بتاعنا، ونبدا ان احنا نحط نوزع الفاكهه فيها. يا ريت بس الصينيه تبقى على مقاس الكيكه اللي انت دخلتيها الفرن عشان تبقى مظبوطه معايا. طبعا اللي ما عندوش، طيب اللي ما عندوش فكره الجيلي اصلا ان هو يقدر يعمله، او الجيلاتينه اللي احنا والفكره اللي احنا عملناها، باكو جيلي جاهز يقدر نشتغل معاك، تحليه بميه وتبداي حضرتك اللي انت ايه تشتغلي بيه زي ما احنا. لكن انا عملت لك
فكرتين اتنين في حاجه واحده، زي ما بنقول ايه، بنضرب عصفورين بحجر واحد. ازاي؟ اللي انا عملت لك جيلي تلميع تقدري انت تلمعي بيه فاكهه، وده على فكره بيقعد فتره اكتر، بيخلي الفاكهه تبقى لها روح اكتر. يعني لما نروح محلات الحلواني او اي مطعم بنلاقي الفاكهه موجوده وبتلمع، ممكن تقعد تكون قاعده يومين اتنين بسبب هو الجيلي التلميع. طبعا بيبقى احنا بيجيبوا الجاهز، انت تقدري تعمليه في البيت بالطريقه اللي بقول لك عليها ديت. بوزع عندي الجيلي ده على الفاكهه، وبعد كده نبدا نحطها فين؟ في الثلاجه. بعد الفاصل نكمل. رجعنا تاني بعد الفاصل، مجهزين كل حاجه دلوقتي. يعني هو الفكره اللي انا جبت عندي الجيلي، بس بدا يمسك معايا اهو اللي هو الميه والسكر احنا عملناه والجيلاتينا. تقدري تجيبي باكو جيلي جاهز وتبداي تحطي. طب الاسترتش ده ليه؟ عشان تسهلي الموضوع لما تيجي الحاجه تطلع من الصينيه. ناخد الكلام ده فين؟ ونروح عندي على الثلاجه بعد ما حطينا الفواكه. تعال نبص على الكيكه عم جمل اللي عندنا ونبص عليها عامله ازاي. ما ينفعش افتح عليها دلوقتي، سيبها لحد ما تبدا اللي هي تطلع معايا. بص ما شاء الله طالعه واحده واحده وبالراحه، تطلع لك احلى كيكه سنجيه بالايه؟ بطعم الجبنه. هنا عملنا ايه بقى؟ هنا جبنا كريمه نباتي او كريم شانتيه، ونبدا ان احنا نضربهم مع بعض مع الكاستر كريم او الباستر كريم. حطينا الاثنين مع بعض كده، ونبدا ان انا ايه؟ انعمهم. ادخل الاثنين مع بعض عشان تبقى كريمه عندي محترمه كده، ونبدا ان احنا ايه نلون كل واحده على حده. يا ريت تبقى تستخدمي ايه بقى الفكره اللي جايه ديت؟ الاصنصات، اصنص مانجا، اصنص فراوله، الاصنصات اللي هي بتبقى كويسه ما فيهاش اي مشكله خالص، مش مضره يعني. تبداي انت تجيبيها وتستخدميها. عايزين نلون الكريمات ديت بقى عشان هعمل كل طبقه بلون. فهبدا اعمل ايه؟ اقوم واخد اول نوع، الفستق، نقوم مدينه ايه بقى يا باشا؟ شويه فستق باودر اهم. كريم طعم الفستق دي جربيها وشوفيها هتبقى عامله ازاي. ونقوم رايحين واخدين لون اخضر بسيط جدا، نقطه بسيطه جدا من اللون الاخضر، كمان نقطه، حلو قوي كده. نقلب يبقى الكريمه دي واخده ايه؟ واخده باستر كريم، واخده كريم شانتيه او كريم نباتي، واخده الفستق الباودر، واخده لون اخضر، حاجه بسيطه جدا من لون اخضر كمان بس عشان اللون يبقى باين. قلبناها تمام التمام. يفضل تعملي لون وتقومي حطاه في كيس وتقطعي، وبعد كده تعملي اللون اللي بعده. ليه بقى؟ ممكن الكريمه تبقى قليله شويه، هنزود قبل ما نخش في الانواع الثانيه. يعني هوريك الفكره دلوقتي. كل يعني اللون طبعا مش هيبقى في الكيكه كله، ده هو بس طبقه واحده بس اللي انا هبدا ان انا اشتغلها على الكيكه نفسها. هوزع اللون بقى. خلي بالك كريمه تلاقي طعمها حلو قوي لانها واخده فستق. وبعد كده نقوم عاملين ايه بقى؟ واخدين عندي
الكريمه الثانيه وملونينها برده مدينها اي اي طعم احنا عايزينه. ندي فراوله بقى، ممكن هنعمل بالمانجا، في ناس ممكن تعملها بالبندق، في ناس بالكراميل. ولو عايزه تحطي فاكهه في النص هنا ممكن تحطي فاكهه في النص الكريمه. بسم الله. لان كده كده اللي في النص دي كده مش هتبان، فتقوم واخده الكريمه ديت موزعاها. وممكن نجيب ايه حته بيضه عليها من فوق، او نجمع دول اللي موجودين. شفت بقى الفكره اللي انا بقولك عليها؟ فممكن نعمل شويه كريمه تانيين عشان لو ما قضتش معانا. لكن انا عندي شويه كريمه حلوين اهم في البوله. يا طارق ازيك؟ الو، ازيك يا طارق؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا طارق؟ كويس. امورني يا عم طارق. عايز طريقه التوست الطري. التوست؟ ايوه الطري. حاضر يا عم طارق، من عينيا. شكرا. شكرا يا عم طارق، مع السلامه. تعالى ندي شربات اللي احنا عاملينه بقرفة خشب وعصير برتقال وعصير ليمون ومية وسكر. ونبدأ ناخد الطبقة اللي بعدها من الكيكة، نفس الكلام برضو. أقوم عامل إيه؟ واخد دي هنا كده، جايب بولة تانية وحاطين هنا الكريمة وممكن ايه اخد الطبقة البيضة في النص. اخد الطبقة البيضة في النص، اقوم واخد دي واخد ام علاء. ام علاء ازيك؟ صباح الفل يا شيخ محمد. صباح الفل يا ام علاء، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك يا حبيبي، عامل ايه؟ يا اهلا بيك يا ست الكل. صباح القشطه، صباح الجمال. صباح الفل على عيونك، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا رب، الله يبارك لك ويسترها معاك. الله يخليك يا ست الكل، والله من ذوقك. اموريني يا ام علاء. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويبارك لك على وقفتك دي وتعبك معايا. الله يعزك يا ست الكل، تسلمي لي يا ام علاء. اموريني يا ست الكل. يا رب يخليك. الحاجه عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير والله، في نعمه. ربنا يخليك يا رب. اموريني، ليك ايه سؤال يا ام علاء؟ ربنا يخليها لك، وكل سنه وهي طيبه. وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه انت. ما يمرش عليك ظالم، بنحب بس نصبح عليك والله. صباح الفل يا ست الكل. شكرا يا ام علاء، صباح الفل عليك. شكرا يا ست الكل. تعالوا نبص على الفرن عم جمل ونبص اخباره ايه كده واحنا شغالين، عشان بس نبقى مسيطرين على اللي حوالينا. هنبص عليه دلوقتي وايه، ونبص على الكيكه ونشوف ينفع نفتح عليها دلوقتي ولا لا. نبص عليها كده، ما شاء الله ما شاء الله. لا لسه مش هنفتح عليها دلوقتي، سيبها شويه عشان في جزء ابيض لسه جوه، فمش عايز الحته. اهم حاجه الجزء اللي في النص ايه ده، اهم حاجه عندي في الكيك. تمام. وبعد كده انت راجل رايق، حط كده قطعه هنا صغيره، ونقوم واخدين الطبقه الثالثه ونقوم حطينا هنا. ونقدر نحشي اي حشوه على فكره من الفاكهه، ممكن نجيب اي فاكهه ونبدا ان احنا نشتغل بيها. عملنا ثالث طبقه او ثاني طبقه من الكريمه، نبدا نجيب عندي الشربات، وده اهم حاجه في الموضوع.
واللي عايز يحط اي حشوات فاكهه يحط، عايز يحط كيوي مثلا مع الفستق ممكن، ممكن يحط مثلا مانجا فراوله مكعبات اللي موجود يعني عندك. بلاش موز بس لما تيجي تحشي، ممكن تحشي بايه اللي هي الفواكه المجففه اللي الكمبوت اللي مشكله تبقى موجوده في السوق، ولو تعرفي تحشي بيها تبقى حلوه قوي. ندي طبقه من الايه بقى، من الفراوله. هقوم جايب عندي عصانص فراوله او عصير فراوله، بس يكون عصير فراوله يا ريت يبقى تقيل ما يبقاش خفيف. حط عندي السوبر ريد الاحمر، ونقلب كل ده مع بعضه. الكريمه الحمراء يبقى واخده عصير فراوله واخده الطعم وفي نفس الوقت واخده اللون. اللي عايز ممكن يعني سنه بسيطه بس من ايه، من اللون الاحمر كمان عشان بس الالوان تبقى مظبوطه معايا. يا ام محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام محمد؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك يا استاذ كل، اهلا بيكي. عامل ايه وازاي الولاد عاملين ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم، اهلا بيكي. الله يخليك، تسلم ايدك على كل حاجه. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك. ربنا يخليك يا رب ويحسن ما بين ايديك. الله يخليك يا فندم، تسلمي يا ام محمد. ربنا يخليك. الله يخليك. وتفضل كده يا رب في نجاح بنجاح كده يا رب على طول. ربنا يخليك بحضرتك والله، بحضرتك والله، ربنا يحفظك. ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا ومنور بيوتنا كلها. شكرا شكرا يا ام محمد، انت اللي منورانا باتصالك. يا رب يخليك يا غالي، تسلم. شكرا تسلم يا ام محمد، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب يا رب يخليك ويخليك الولاد والحاجه كده يا رب. الله يخليك يا ام محمد، شكرا ليك يا فندم. ربنا يخليك. شكرا ليك يا فندم، الله يخليك، مع السلامه، في رعايه الله. هجيب عندي الفراولة اللي واخدة فراولة. بص الفراولة بتجيبيها وتقومي واخدة منها شوية صغيرين وحطاهم في الخلاط مع شوية مية صغيرين قوي، وبعد كده تقومي واخدها حطها فين مع الكريمة. وممكن تعملي الكريمة مثلا تضربي الباستر كريم بعصير الفراولة الأول، وبعد كده تبدأي تحطي على كل شوية، يعني تحطي الباستر كريم الأول تعمليه بان الاطعمه وبعد كده تحط عليه الكريمات. دي برضو طريقه لو عايزه تعمليها. يا سلمى. الو، ازيك يا استاذه سلمى؟ الحمد لله، ازيك يا شيخ؟ عامله ايه يا حبيبتي الشيف؟ ربنا يخليكي، انا بحبك قوي يا شيخ. شكرا يا سلمى، انت اخبارك ايه؟ انا كنت عايزه اسال عن طريقه الكب كيك. الكب كيك حاضر، هنزله حالا دلوقتي والله، روان بتظبطه دلوقتي وهتنزل لكم المقادير تاني دلوقتي. ماشي، شكرا يا شيخ. شكرا يا استاذه، شكرا يا سلمى، مع السلامه يا حبيبتي. وقت ما يبقى جاهز والنبي يا عم جمل نزل لنا الكب كيك عشان الطلب مننا. بقول لك يا استاذ جمل اهو. امبارح كنت في وانا ماشي في الطريق قصه كده غريبه والله، بس قلت لازم اتكلم عليها. وانا كنت في المهندسين انا لقيت منظر غريب بصراحه، يعني انا ماشي على الطريق ما اعرفش ورايح فين اصلا، لقيت روسيكل ماشي وحاطط اللحمه ماشي كده في الهواء عادي جدا من غير ما اللحمه تكون متغطيه ولا اي حاجه خالص. انا بصراحه المنظر مش حلو، يعني يا ريت في ناس طبعا جزارين محترفين بيتقوا ربنا بيجيبوا ثلاجات بينقلوا بيها الحاجه من المذبح تمام، لانها بتتختم طبعا في المذبح للمحل عنده. فيا ريت موضوع عمليه النقل ده يبقى فيه متابعه، لما الاقي اللحمه محطوطه على التروسيكل من فوق وفخده الفخده بتاعه العجل او الجاموس محطوطه كده فوق بعضيها ومتعرضه للهواء، لا ده كده في خطر. يعني ازاي يعني وماشيه في منطقه حساسه جدا، ماشيين في منطقه حساسه جدا، مش ممكن يعني، ما بيعديش مثلا على كمين، ما بيعديش على اي حد. فلازم يا جماعه يبقى في متابعه للموضوع ده، لان بجد المنظر ما عجبنيش. وعلى فكره مش بس في المهندسين، ده في اماكن كتير جدا بلاقي اللحوم على، وبلاقي في نفس الوقت الحاجه الايجابيه بنلاقي فعلا جزارين جايبين الحاجه في ثلاجات. فيا ريت طبعا يبقى ملتزمين بحاجه زي كده.
حبيت بس ايه اللي انا انوه عليها واحنا شغالين. تعال نطلع بقى الكيكه الكيك. الكيك كده تمام جدا. بسم الله يا ملك. نفتح الفرن ونبدا نبص عليه. يا سلام ما شاء الله. انا من غير ما اعمل له اختبار انا بضمن الكيك بتاعي طالع عامل ازاي. فاقوم مطلعها كده واسيبها عندي تبرد معايا، وبعد ما تبرد نبدا ان احنا نقلبها ونشتغل بيها. يا ملك يا ملك معلش اتصل بينا تاني يا ملك. بعد كده بجيب اخر طبقه عندي. ونبدا ان انا اعمل بنفس الطريقه المانجا. المانجا هتبقى عباره عن ايه بقى؟ بنفس الكريمه اللي بقت مني هحط عندي عصير مانجا بوري واحط لون اصفر، ونبدا ان احنا نقلب الخليط الكريمه دي مع بعضها. نبدا ان احنا نقطعها عندنا. بعد الفاصل نكمل. رجعنا تاني بعد الفاصل. بنبدا نعمل عندي الصينيه طبعا بتبقى اقل شويه اللي احنا عملنا فيها الجيلي، فببدا ان انا اعمل لها حز كده بسيط، ونبدا ناخد عليها اللي ناخد الكريمه المانجا اللي احنا عملناها بطعم المانجا على جانب الكيكه بتاعتنا عشان تبقى كده واخده كل الاطعمه. يبقى كده بدأنا أول حاجة بالفستق، وبعد كده عملنا بالأبيض، بعد كده الفراولة، آخر حاجة المانجا. الجيلي بعد ما يشد طبعا مش ده اللي أنا عامله طبعا على الهوا، لكن أنا عامل واحد قبل الهوا عشان بس يبقى يلحق يشد معايا. وبعد كده خدناها وحطينا آخر طبقة ده كده الشكل النهائي عندي للكيكه بتاعتنا. سهله يعني الفكره بتاعتها سهله جدا، ما رضيتش اصعبها لك واعمل لك اشكال بالفاكهه والحاجات دي كلها. عملت لك حاجه يعني تقدري ان انت تقدري تعمليها في البيت بطريقه بسيطه جدا وسهله. الكام لون هما مع بعضهم الاخضر والابيض والاحمر والمانجا، وتبقى كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه كده بالظبط. نجيب عندي مثلا ممكن نعمل شكل مثلا بالبرقوق. يلا ننزل بمقادير الكب كيك لو جاهزه يا استاذ روان. اوكي هننزل لكم مقادير الكب كيك دلوقتي، يا ريت نكتبها مع بعض ونشوف ازاي نقدر ان احنا نعملها كله مع بعضه. الدقيق بقى مع الحاجه مع الزيت مع الكاكاو، كل المقادير دي مع بعضها. اهم حاجه الميه السخنه اللي في الاخر. ادي البرقوق بتاعنا بجيبه واعمل بيه الحروف للكيك بتاعنا بشكل حلو، وده الحاجه بتاعتنا الشكل النهائي بتاعنا للكيكه. وما ننسيش ان تقدري يعني تشتغلي الموضوع ده بكريم شانتيه، وتقدري تعملي الكريمه في الكاستر في البيت كمان. وعرفناكي في الحلقه ازاي تقدري تعملي الجيلي التلميع اللي احنا ساعات ما بنلاقوهوش كتير جدا، خصوصا الناس اللي في الاقاليم والارياف ساعات ما بيلاقوش الموضوع ده، بتلاقي الموضوع ده صعب عليهم. فالموضوع سهل جدا ان انت تقدري تعمليه في البيت، او لو لقيت الموضوع صعب جدا وعايزه تلمعي فاكهه باكو جيلي جاهز، بتجيبيه مثلا الاناناس او الموز يكون الشفاف. ده كنا شغالين بيه كده زمان، يعني ما كانش فيه الجيليهات اللي بتبقى موجوده اللي هي التلميع، فكنا بنجيب عندي الجيلي الباودر اللي هو الشفاف سواء الموز او الاناناس او الكنتالوب، بنجيبه اللي هو الباودر ونحله في ميه، وبعد كده ناخده على حمام ميه ساقعه لحد ما يبدا يبرد معايا، وقبل ما يجمد بنبدا نلمع بيه الفاكهه.
هاخد فراولة والكيكة طبعا هتبرد معايا، ببدأ ان انا ايه اخدها واسيبها تبرد ونبدأ ان احنا نقسمها ونشتغل بيها زي ما احنا اشتغلنا كده بالظبط. دي كانت حلقتنا النهاردة، واتمنى ان شاء الله الحلقة تنول اعجابكم. بكرة ان شاء الله عندنا المطبخ التونسي، عاملين اكلات من المطبخ التونسي، جايبين له كذا حاجة كده، وان شاء الله تنول اعجابكم، نشوف ثقافات جديدة ونشوف اكلات جديدة ان شاء الله في برنامجكم المطعم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.